ما الذي تفعلينه يا ستايسي؟ أحاول المرح قليلاً. ستايسي، لماذا تفعلين هذا؟ لدي شوكولا، تفضلي. شكراً جزيلاً. هل تريد المشي لبقية الطريق؟ لنبدأ هذه الحفلة. لقد تأخروا. تأكدوا ألا تتأخروا أبداً بالضغط على زر المتابعة، وأيضاً لا تنسوا متابعة القناة. سنحظى بالكثير من المرح. سيكون اليوم ممتعاً حقاً. اسمع، لما لا تجلس ورائي اليوم؟ مرحباً أيها الطلاب، لما لا يقوم أحدكم بتجهيز اللوح لبقية الصف؟ ستايسي؟ أنا مشغولة. ديانا؟ آرتيوم؟ حسناً. رجاءً أخرجوا واجباتكم المنزلية جميعاً. اسمعي يا ديانا. ماذا؟ أنا أردت الاعتذار فقط عما حصل في الصباح، وهذه من أجل الاعتذار. شكراً جزيلاً لك. العفو. جيد، تناولي. شكراً جزيلاً لك. أيها الطلاب، ما الذي تظنون أنكم تفعلونه؟ ما هذا التصرف الغير مقبول؟ أتعرفون ماذا؟ سنقوم باختبار. أتوقع منكم الصمت أثناء القيام بالاختبار، ولا أريد لأحد أن يتحدث إلى أي أحد آخر. الصمت أهم شيء لكي تقوموا بعملكم. هيا ابدأوا. أرتيوم، هل تمانع بمساعدتي بالسؤال الأول؟ لا. ستايسي، ما الذي تفعلينه؟ لم أفعل هذا. حقاً؟ الاستراحة. لا تتأخروا على الدرس القادم. مرحباً أرتيوم، هل تريد مشاهدة بعض فيديوهات اليوتيوب؟ حسناً. أوه، مرحباً، ما الذي تفعلانه؟ أوه، سنشاهد اليوتيوب. جميل للغاية، تذكروا ألا تتأخر. الذي تفضل مشاهدته على اليوتيوب؟ أوه، أحب مشاهدة قناة H2O، لديهم محتوى رائع. يا للروعة. حقاً؟ قمت بخيانتي من أجل ابتسامة جميلة؟ لا يهم. هذا اليوم سوف يكون رائعاً. سنقوم بحصة الكيمياء. سيحظى الأولاد بالكثير من المرح، وسوف يتعلمون كثيراً. أجل. أرتيوم، هل تريد الجلوس معي؟ حسناً. مرحباً مجدداً أيها الطلاب، اليوم سوف نأخذ حصة الكيمياء، وسوف نقوم باختبار، والذي يعرف أيضاً بالتجربة. الكيمياء؟ هاي، مرحباً، أحب التجارب. أعدكم سوف نقوم بأشياء مذهلة لن تصدقوا أعينكم حتى. أرتيوم، لا أدري ماذا أفعل. أوه، أتعرفين ماذا؟ أنا أملك قصاصات غش. شكراً لك. ما الذي لديك هناك؟ أنا دعيني أراها. أعطها لي الآن. قصاصات غش، حقاً. أعرف أنه لديك المزيد، أريدهم الآن. لا. أجل. لا، ليس لدي. أجل، أعطهم لي. أنا لا أملك المزيد منهم. اثنان إضافيتان، سلمهم لي. أجل، هذا ما ظننته. وسيتوجب علي أن أفصل بينكما أنتما الاثنان. اذهب لهناك.
هذا لمصلحتكما. هانت ذا، لا تنسى المواد. لا مزيد من الاضطرابات، حسنا؟ أوه، سهل للغاية. ديانا، أنت عادة ذكية للغاية، ما الذي حصل معك؟ أظن أنها نجحت قليلا. يجب علي أن أعطيك علامة رسم. ماذا؟ أجل، ما الذي يحصل هنا يا أرتيوم؟ لا تعرف ما تفعل؟ لا لا لا، سأفعلها. لا لا، أيضا لا، هذا ليس ما أردته، هذا مخيب للظن. ستحصل على علامة رسم. أحتاجك أن تنظف هذا أيضا. حسنا يا ستيتي، هل أنت مستعدة لتبهرين بذكائك أم يجب أن أعطيك علامة رسم أيضا؟ سأفعلها. أوه لا. حسنا، حصلت على راسب ولكن انتظر، هذا مستحيل. كيف حصل ذلك؟ لا تفعل. انتظر، كيف يعمل انتظر. هذا؟ انتظر أيها الرفاق، إن لم تتابعونا على التيك توك حتى الآن لا تنسوا القيام بذلك. هيا، الرابط في الأسفل. أجل، هذا غريب للغاية. كيف حصل ذلك؟ مرحبا أرتيوم. مرحبا ديانا، أنت جائع؟ أجل، أتريد هذا؟ أجل بالطبع، هيا بنا. ماذا كنتم تشاهدون؟ أوه، كنا نشاهد التيك توك. أرني بعضاً منه. أوه، أجل بالتأكيد. أوه، أريد أن أرى هذا. تبدوان لطيفان، بإمكاني أن أخذ صورة؟ أجل أجل، بالتأكيد. ابتسما قليلاً، هيا. أوه، هل تمزحين؟ ما خطبك؟ أنا آسفة. حسناً، أنا آسفة أيضاً. يا إلهي، أنا آسف للغاية لأجل ذلك. شكراً لك، ولكن كان ذلك مقلباً بسيطاً. لا أعرف لما قامت بهذا. يا إلهي، أين هي ديانا؟ أو ديانا، أتعرفين أنها تفضلي، هذه لك. ديانا، أنت لطيفة للغاية، شكراً لك. العفو. أتعرفون ماذا؟ ما رأيكم أن نقوم ب... تعالي إلى هنا يا ستيسي، فقط التقطي هذه الأعلام عن يمينك وسوف نبدأ بدرس الجغرافيا. رجاءً التقطي هذه الأعلام في طريقك إلى هنا. حسناً يا ستيسي، أريد منك أن تضعي كل الأعلام على اللوح الأبيض. جزيلاً على ذوقك الابتكاري بوضعهم هناك. والآن هلا قمت رجاءً بتسمية البلدان التي تنتمي لها تلك الأعلام؟ حسناً، هذا خاطئ، وأنا آسفة لإعلامك أنك ستحصلين على علامة راسب. راسبة؟ أرتيوم، توقف عن الضحك، اصعد إلى هناك واكتب الأسماء تحت الأعلام. لما لا تقول لنا ما هي الأسماء؟ حسناً، ما كان البلد الأول؟ أجل، هذه كانت جيد جداً. حسناً، هذه هاواي. حسناً، صقلية. حسناً، ما الذي لديك هناك؟ القلم. لا، استدر لهذه الجهة، ما الذي في يده؟ القلم، إنه قلم. لا يوجد لدي شيء في يدي الأخرى. ما هذا؟ عما تسألين؟ دعني أرى، ما الذي يوجد في هذه اليد؟ قصاصة غش، حقاً،
أتعرف لقد خاب ظني للغاية، ولا أستطيع أن أخذ أي عمل بجدية من طالب يغش. أنت طالب راسب. ستيسي، هذا غير لائق أبداً. ما هذا بحق السماء؟ حقاً؟ هذا ليس شيئاً يمكنك جلبه إلى المدرسة. هذه ليست مزحة طريفة. أنت تخلين بشرف في مدرستنا. هل فكرت بذلك إطلاقاً؟ قوانين الشرف والطريقة التي نعمل كلنا بها سوية كمجتمع؟ ما إطلاق الريح؟ ستيسي، هذا كافٍ. اكتفيت من هذا، اكتفيت من ذلك. هذا سيكون. نحن لم ننتهي بعد. سأخذ هذا. أوه جميل. هيا أعطني إياه. هل يمكنني اللعب معكم؟ أوه بالطبع، هل تريدين اللعب؟ أجل، أعني يبدو هذا ممتعا للغاية. لا لا، لنلعب بهذه. أوه أجل، ما الذي تفعله بحقيبتي؟ لا هذه. هيا. لا، لماذا تفعلون هذا؟ أنتم تزعجونني الآن. هيا. يا لها من لعبة جميلة. من الجميل رؤية. هيا. أجل، انتظري. ماذا؟ إن لم تقوموا بإعطاء حقيبتي سوف أرميهم. ما الذي تفعلينه؟ لا 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 لا. تفضلي. إنها مجرد لعبة. لا يهم. أوه هذه حقيبتك. لم أعرف أن الجميع كان يلعب. حسناً جميعاً، من أجل هذه الحصة سوف نأخذ درس الرياضيات الحسابية الآن. مرحى، لذا أخرجوا دفاتركم رجاءً. هيا بسرعة. يمكنك أن تري وجهك. هل نحن هادئون الآن؟ أجل، كل شيء بخير. أجل. نحن هادئون يا ستيسي. هل أنت بخير؟ أجل، لا بأس. ها هي مسألة الرياضيات لهذا اليوم. قم بحلها دون استخدام الآلة الحاسبة. بدون آلة حاسبة؟ كان ذلك مستحيل. أرتيوم، ساعدني بذلك. لا. لما لا؟ ساعدني، لا أعرف كيف أقوم بهذا. لما قد أساعدك؟ لأجل هذا. ما الذي سأفعله بهذا المفتاح؟ إنه ليس مفتاح، إنها شوكولا. يا إلهي. والآن أنت تخونني من أجل الشوكولا؟ لا، في الحقيقة أنا أخونك من أجل الشوكولا لذيذة. قمت بعملية التربيع ولم تبدو صحيحة. حسناً، لنستمع إلى إجاباتكم. لنبدأ بستيسي. 27,040. 42. خطأ، أنت راسبة. حسناً، أنا حصلت على 4,250. خطأ، أنت راسبة. 5,026. خطأ، أنت راسب. لقد رسبتم جميعكم. انظري، هذا ليس عدلاً، إنها مستحيلة الحل. كيف سنقوم بذلك بدون آلة حاسبة؟ أجل، أحد لقد حاولت ذلك مرات كثيرة ولم أستطع القيام بها. آلة حاسبة ستكون مفيدة حقاً الآن. حتى أينشتاين لا يستطيع حل هذه المسألة. إنها مستحيلة الحل بدون استخدام آلة حاسبة، لذا تفضلي. شكراً لك. لنراك تحاولين. حسناً، عملية تربيع 5,286. لا، ما زلت راسبة. تفضل. قم بتربيع ذلك. 4,026. خطأ. أنت راسب. حسناً، إنه وقتك لتلمعي يا ستيسي. تفضلي. شكراً لك. لما كان ذلك؟ أنت تستحقين ذلك تماماً. أنا أتيت بالفكرة، كانت
تلك فكرتي. كان ذلك جيدا، أليس كذلك؟ مرحبا، ما رأيك أن ننسى أمر ذلك؟ يمكننا أن ننتقم منها، ما قامت به كان سيئا جدا. حقا؟ أجل، لدينا فكرة. حسنا، إن كنتم تريدون رؤية هذه الفكرة تابعوا قناتنا، وبينما أنتم هنا اضغطوا زر الإعجاب أيضا، ولا تنسوا التعليقات، سنراكم حينها. وداعا. هيا.